سي بون. فمتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. كنتواجدوا بوادي الناون اللي كيقطع مجموعه من البوادي ومجموعه من القرى، يعني وادي الناون. فين غادي هذا؟ قاطع منه؟ قاطع منه راه ماشي سقي، حنا الدوار كبير وحنا كتسقيو على هذا؟ على ما عندنا لا، ما حنا كاين 5 ديال الضواوه، كاين 5 ديال الضواوه، ما عندهمش ولا وكيل دوار، واحد عنده شي سقايه وشي حاجه. هاني جا هاني جا. فمتابعي قناه شوف تي في، قصه غريبه هذا الواد اللي تعمر بالواد الحار وتلاقى مع دم الباطوان وتلاقى مع بزاف الامور. قتلت ثروه سمكيه كبيره هنا، غادي نمشيو عند ساكنه هذا الحي. وهادو في قاطعين عاوتاني، تما قاطعين الواد. اجي يا اخي، اجي عندي هنا. هاي تلقى تلقى تمشي. بغينا نديرو معاها شي. معاك دا؟ على حساب السيدة ولا؟ عاود لي اشواق. السي عبد الله، انتم كتشوفوا كل شيء على عينيكم. حنا راه حنا الساكنه ديال دوار الولجا والقضيه ديال البرياد وعين تودا، عين صفا، برارق، الرقعه 5 ديال الدواوير ولا 6، وكتتعدى اكثر من 400 دار، كلهم عايشين محنين. انتم بالنسبه ديال هذا الواد، هذا الفيضان ديال هذا الواد، وهذا الواد ديال هذا الواد، وبالنسبه ديال الماء، حنا كاين 5 ولا 6 ديال الدواوير، فايت 400 ساكنه. كاينه تما ما عندهمش ولا واحد عنده شي روبيني الماء او عنده شي سقايه دايرها له الدوله. ها علاش حنا النهار اللي كي حنا بوطه الماء الا بغيناها كنتمحنوا عليها، اما نجيبوها بالترونسبور بالموتور ولا بالخطاف، ولا نجيبوها هكا هكا كتعمر الماء. هذه كتعمر الماء، كتعمر الماء. الماء كنعمروا كنصبنوا به، كنسيقوا به، كندوشوا به، كنشربوا به. حنا كنعانيوا بزاف من الناحيه ديال الماء، وحنا الناس المسؤولين، الناس ديال المسؤولين. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك العزيز. خلي شويه الهضره ما تقول لي انا. انا راه نقول لك انا. لا واعدونا، خلي شويه الهضره ما تقول لي. واعدونا واعدونا بالنسبه ديال الماء. حنا شو على المحنه؟ المحنه ديال الواد، المحنه ديال الماء. حنا جاو دابا طمروا لنا، انتم كتشوفوه على عينكم، جاو طمروا لنا الواد، والواد كان بعيد هذا النفايات وهذا الشيء كان تقريبا واحد 300 متر. وجاو طمروها بالنفايات وبالتراب وكيردموا وكيحزوها لعندنا. دابا هذا الواد كيدير تلصق مع هذا الواد الحار؟ دابا هذا وادي وادي الناون واد الشاهين. هادو الناس المسؤولين راه عارفين شنو كاين ومنين تلصق هذا الواد الحار. هذا هو فين هو القادوس ديال الباطوان، ها هو فين كيكب هنايا الدم، ها هما كيجيبوا لنا هنايا القادوس الكبير. كاين أربعة ديال المراحل ديال القواس. الإخوان الله يرحم كل واحد. خلونا نهضروا. الله يسهل عليك الشريف. خليونا نكملوا هذا الروبورتاج. حنا كاين هاد الناس هادو دايرين انت دايرين 4 ديال المحطات ديال البخرار كيخويونا في الواد، وكتشوفوا زائد المعاصير ديال الزيتون، هذا داك المرجان ديال الزيتون كيجمعوه وكيتلقوه في الواد. راكم شفتوا دابا الحاله اللي كاينين كنعيشوها حنا. حنا هاد الواد كنوردوا منه الكسيبه ديالنا، البهايم ديالنا. هذا كيشربوا منه كسيبه؟ كيشرب منه كسيبه والبقر، البهايم كيسقيو منه الناس. وهاتشوفوا انتم اسيدي، انتم كتشوفوا على عينكم هاد الناس. ومشينا وهضرنا مع الناس المسؤولين، وحتى شي واحد فيهم ما عطانا يعني راس الخيط. راس الخيط حتى واحد ما عطانا، كيقول لك غير واخا واخا غنشوفو غنشوفو غنشوفو. وانتم كتشوفوا راه عيب وحرام، راه عيب وحرام باش يعني واد هكا يتكرسوا عليه هاد الناس المسؤولين. راه عيب. بغينا كنطلبوا من الناس السلطات والناس المعنيين بالامر يجيو يشوفوا هاد الشيء. ما فوقاش هاد الواد تخلط مع هاد الواد الحار؟ موسم الزيتون، موسم الزيتون كيطلقوا هاد المعاصر. كيطلقوا ومن غير الزيتون كاين عندنا المراحل ديال بوخرار، ها واحد هنا، ها الجوج، راه الثالث، راه الرابع، راه الخامس لهيه كيطلقوا فيه. ودابا كيقول لك احنا دايرين التصفيات ديال الواد الحار، وحنا هاد الواد هذا راه يعني هذا بالنسبه لنا احنا كالساكنه راه شحال من دوار تابع لهاد؟ خمسة ديال الدواور راه كتعدى 400، كتعدى 400 ساكنة. كاين دوار الولجة، كاين الكودية ديال البياض، كاين برارق، الرقعة، عين تودا، عين الصفا، راه 5 ولا 6 ديال الدواور.
هادو كاملين يعني كيستافدوا من هاد الواد. وحنا دابا كان هاد الواد كان بعيد علينا حنايا تقريبا بواحد 350 متر ولا 400 متر على هاد البلاصه هادي هادي، والشهاده ديال الساكنه كامله راه كيعرفوا الفيضانات ديال الواد. وحنا النهار اللي كماسو كيخويو هنا التراب ديال لوطوروت وهادي، جينا ودرنا واحد الوقفه قدام داك الناس، ريدنا من جاسيد جاو الناس مسؤولين ديال الجماعات الحضاريه، قال لك اسيدي حنا راه غنديروا السور ديال الحجره ديال الكابيو ولا سميتو، قال غنديروا من هنا ونديروا من هنا باش ما تعرضوش للفيضانات نتوما. صافي مشينا حنا تقنعنا شويه، بقى حنا تفاجئنا ولينا لقينا كيجيبوا النفايات وكيجيبوا التراب وكيردموا، راه تقريبا بواحد 350 متر ولا 400 متر اللي راهم طمروا ديال الواد، وهانتوما كتشوفوا كلشي على عينكم اسيدي. وحنا النهار اللي كيحمل هذا الواد هذا راه كيقطع علينا الطريق. هذاك العضو مشى صدعنا قبل هذا تيو 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 مي كيوصل الوقت الصح لا هو تيو 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 يجي يعطينا التصريح ديالو ولا ما نعيطولوش يا اخ. فاجي يا اخي شي واحد يعطينا شي دابا هنا كاين حتى الحوت هنا يا مات. الحوت مات ما بقاتش حتى حاجه اكثر، هو ديال الواد هنايا راه ما بقاش الحوت كله مات، وفي هذه ثلاث ايام نهار الاحد ونهار الاثنين راه مات الحوت، راه العدد ديال الحوت اللي داو الناس ميت، والعدد الحوت اللي كلاو الطيور، وانتم راكم شفتوا صورتوا قبيلات الحوت كي داير في الواد. ها الحوت راه الحوت قايد تما اللي راه ميت، راه عيب باش هاد الناس هادو راه حرام عليهم. هاد الناس راه حرام عليهم. ها الحوت ها الحوت ها بسبب ديال الدرد ديال المعاصر، بسبب الدرد ديال المعاصر هاد الحوت هذا، بسبب ديال الدرد ديال هاد الحوت هذا، راه عيبه عباد الله، راه عيب والله الا عيب. اللهم هذا منكر، راه ما غادي يقبل لا الله ولا العبد ولا حتى شي واحد. هادي هاد الناس كيجيو كيقضيو مصالح ديالهم وما عندهمش غرض شي حاجه واحده اخرى. هاد الناس هادو راه لا اله الا الله، راه عيب والله الا عيب باش يتكرسوا على هاد الواد وعلى هاد الحوت وعلى هاد الناس. نعم ما بغيتو يبقى. نعم حقي الحوت ما بغيتوش انا يقتلو، علاش قتل لي حقي؟ بقى فيك هذا المنظر هذا؟ بقى فيا لا حقي صاحبي ضاع. شاف فكار نهربوا البرك هرب الدجاج الماء هرب، شنو يدير دابا هنا؟ هذا راه ولا زيت. شوف طلق الكاميرا الفوق اذا راك زيت مشتي. تعقل علاش بقيت ساكن هذا بيض كان الحوت كان الماء ازرق اصاحبي خضر الماء الماء خضر. يسقيو منه يشربوا منه. شوف ولا انت ها. هادي عاد 4 ايام. هاي الزيت. انا الشريف لاباس. عاد هادي 4 ايام ولا 5 ايام. عاود لي الشريف اش واقع اش واقع. اشني واقع راه ملاقيين فينا كارثات كارثات هاد 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 الماء وهاد هاد الشيء والوليدات صغار يقطعوا هنا وكيطيحوا والناس كامله تمشي تورد وما تبغيش تشرب الماء. الناس واقفه على هاد الشيء وما كاينش. الناس ها الكتيبه فين ما جايه يلا. هذا هذا غدا بعطاهنا الله في هاد البلاد. دابا هذا وادي الناون اقدم. هذا وادي الناون وادي الناون وكيكب في السد ديال سيدي عبد الجليل. اييه 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 راه كيكب في السد. دابا هذا غادي يمشي للسد. حتى للسد. هادشي راه غدا دابا سيدي عبد الجليل. كلها ها انت الدمايات فين ما جا واش الولد داك نهار. الدمايات منين جايه؟ واه من الباطوار. اجي 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 عمي ادريس اجي عمي ادريس شوف شحال جايبين من لهيه شوف 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 شحال جايبين و 300 متر جايبين والله الا 300 انا مشي عنده انا عمي ادريس نجي عندك عاين 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 تما هو جاي لعندك راني جاي عندك عمي ادريس. لا غير خليك غير خليك. انا اش عندك يا عمي ادريس؟ لحظك لحظك يا عمي ادريس. ازيد عندي ازيد عندي. شوف ها انت تشوف مطمرين ها انت حنا حيين وميتين اي قتلونا ها انت تشوف الخنز ها طمرينا بالخنز ما جبرش لا كنقوزو لا حنا لا البهيم ديالنا لا الكتيبه ديالنا لا ولادنا لا جميع عنا احنا ما نقوزوش احنا كاع واش هذا هاد الماء هذا تشربوا من الغنم تشربوا من المواشي
ها انت تشوف ها شي متختخ خدامه يقتلونا ها انت تشوف ها شو بعد ها انت تشوف كلشي الهرامه خدامه تطمرنا انت جاي تورد الغنم واجو بغات تورد ما بغاش تورد ما بغاش تورد انت غادي تورد تموت انا ما بخليهاش تورد ما بخليهاش خليها غادي تموت راه ماشي من المعقول هذا ما بغات لا تقطع ويزيدونا بالدم الدم راه هنا الدم هنا راه في الواد اجي عندك الدم راه هنا في الواد ها انت تشوف ها شو بعد دابا الغنم ما بغاش تورد هذا كل تورد ها هي خدانا كل تورد عادش انا راه ثلاث ايام ما شربت راه ما عاد ورد ما والو ما عاد تمشي تموت انا ماشي نزل باش نقطعها هذا ما كانش انت شوف لاولادنا لا حتى حاجه كلشي رحنا في السير رحنا في الغاده كديروا مع هذا الشيء رحنا كنمشوا على القنطره مليح خطره ملي رحنا في العذاب وصافي رحنا ولا ولاد هذا الواد كان شي وقيته ابيض والما ديالو مزيان كان شربم تشربم طبيعي متشربم كاع ودابا هذا تشربم دابا هادو والشرب لا غير من انا ولد موت راه غادي تموت هذا الغلمه هذه راه تموت راه معناها انت شوف لا كسيبه لا تجعل ها انت شوف شنو في غادي رد لا ولي نجي حتى كبيرة أول 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 هرد بينا بينا يرحم الوالدين مباشرة مباشرة بينا شانتي متابعة قناة شوف تيفي متابعة قناة شوف تيفي هادي حوتة هو قتلها قتلها غير هاد الواد إيه الواد تلقوا الملحة والدم بوخرا راه بغان واه رجع شي ما ولا شنو دير له ولا رجع له هذاك الله يسهل عليك ما صعب عطيه حمزة عطيه اش 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 قولي في هذا المنظر هذا انت ما تشوفوا انت ما انت ما تشوفوا انت ما الحشني دار انت تشوفوا كل شيء على عينكم كاملين انا اللي شد عباد الله ما هذا ومن الاول طمع تشربوا طمع تشربوا انت تشوفها شد الحاله يلا واش عباد ضدنا هادشي ودخلنا بالله هذه هاد البلاط هذه اللي تمر يلا ما تغسلش ما والو شوف هادشي وفين يسري ما خصو يكون ولد القيه مالو علاش ما يمشيش للقادو بين بين الحوتة بين بين هاي باقي عايش علاش نتي عباد علاش تبارك انا شوف تبارك الله تبارك الله اللهم هذا منكر واش عيب عباد الله عيب عيب هذا الخير هذا دايد يعمل واد راه عيب سيدي اللهم هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل هاد الناس هادو راه كينتقموا منا ها انتم عباد الله واش هذا الخير هذا غادي يبيع واش هذا الخير اللي عباد الله هما المخلفين هما المصالح ديالهم كيقضيوها عندهم معاصر عندهم هذيك كيقضيو مصالح هما كيفكروش المصلحه ديال المواطن ما كيفكروش المصلحه ديال الشعب ما كيفكروش شي حاجه القانون كيطبق على الناس دراوش ها انت عباد الله واش هذا ماشي منكر هذا عباد الله هذا ماشي منكر هذا عباد الله ادي لي هذا الشيء ما الله يعطيك الصحه حبيبي انا مزاو خذ هذا الله هذا منكر الله هذا منكر دير لي خاطري الله يسهل احنا بغينا من هذا المنبر هذا بغينا الناس مسؤولين ومعنيين بالامر يشوفوا شي حل مع هاد الناس حنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله حنا راه ما بقى لنا لا جهد لا والو حنا راه عينا بالوقفات الاحتجاجيه وعينا وعينا بالطليبه وبالرغبه وبالمزاوقه وهاد الناس ما بغاوش يستجيبوا لنا وهاد الناس راه ما بغاوش يشوفوا فينا وهاد الناس سيرتو هاد الساكنه كامله وهاد الناس المسؤولين عندهم تصفيات الحسابات عايشه هذيك تصفيات الحسابات صاحب عباد الله اللهم لا جريمه صاحبي جريمه والله الا جريمه صاحبي هي غاديه مع الماء شوفي غادي الماء راه هي تخرج من الماء هي ها هي فينا هي راه هي الراس وكسرب من الماء من الزيت غتخرج خنافره من الماء باش تشم الهواء نقدوني لا لا بالسماره ها هو شدا غير غيدير ها شوف اخويا هاد موت مسكينه تألم ها شوف عباد الله انا عبدي عونا في هاد الواد ولا حول ولا قوه الا بالله حاس في ارجي لا ولا حمزه والا قالوا بلاد ما يكذب هي ما تكذب شاه ها انما ضيور ما شاد لا زور لا والو بقات فيك حمزه ولا ورا ضروري راه الانسان راه قلبه راه هنا راه هنا راه هنا راه هنا باش يصور اش كدا مزيان اخويا عطيوها غير الماء حنا ما بغينا بغينا نصور بغينا غادي تلقى راه غادي تموت غادي تلقى غادي تموت لاش راه عاد موت هادي واخا هادي راه كتموت مزين تاعي حسين يا خو شوف عباد الله وشوف الناس مسؤولين وشوفوا هاد الناس شنو راه كيديروا فينا وشوفوا هاد الناس شنو كيديروا فينا والله من هذا منكر وشوفوا هاد الناس شنو كيديروا فينا وراه عيب عباد الله باش يقتلوا هاد الخير وعيب باش يتكسوا على هاد الواد وخصهم يفكروا لهاد الواد ويفكروا للساكنه وحنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله. راه زعما هاد الناس هادو راه عيب عليهم، هاد الناس راه عيب. حنا ما هاد المنبر بغينا الناس المسؤولين وبغينا الناس المعنيين بالامر يجيو لهاد الواد ويشوفوا هاد الشيء اللي كاين هنا. دابا هاد المعصرات ديال الزيتون، هاد السبب المعصره ديال الزيتون ياك، السبب معصر ديال الزيتون. انتما كتشوفوا الواد كي داير، حنا ماشي كنوجهوا شي حاجه يعني كاينه مور الحقيقه. راه الحقيقه دليل بان راه الواد نقي كان متوسخ. حنا الواد قبل ما هكا كنعوموا الصيف كنعوموا فيه الواد، راه والله العظيم اغلبيه الناس كيشربوا من الواد وكنعوموا فيه. الواد نزاك غير غادي داز، ولكن في هذه اللحظه هذه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله. ديه ديه شي ما مزيان، انا مزيان ديه شي ما مزيان. الله يسلمك، ملي غندوزو وان نمشيو غير ملي غندوزو بعدا اخويا. فمتابعي قناة شوف تيفي، قصة غريبة في هذا الواد. هانتو إناون من أقدم الوديان بالمملكة المغربية. الناس راه كيديروا، هاد الناس كيديروا تصفيات الحسابات. لا خلينا ما تهضر، شوف قول لي قول لي غير شنو كيضرك نتايا. كيضرنا انتم اللي كيضرنا، انتم كتشوفوا كيضرنا. واش هذا يعني كيتقبلوا شي واحد؟ كيتقبلوا القلب يعني شي واحد اللي قلبه هو قلبه مزيان وقلبه حنين؟ راه ما صاوبوا لنا لا قنطره، ما خلاو لنا واد نقي ما والو. هاد الناس يتعداو علينا وصافي، ما صاوبوا لنا لا قنطره. عندنا فرخ صغار يقرا، وانا براسي خرجت من المدرسه على القنطره، خارج لاش ما قاري ما والو. خرجت نضرب تماره نجي لهنايا في الشتوى، ما نقطع الواد نسافر نخوي البلادات الناس الخدم. شنو ماشي يدي؟ كلاونا في حقوقنا وكلاونا في كلش. هنا تقطعها انت على رجلك في الشتوى تحيد السروال، ايوا شنو ماشي يدي؟ ما كاين انا حتى واحد ما مسؤول علينا. لا ما داروش لكم شي قنطره هنايا؟ ما داروا لناش عيا وما يكذبوا علينا، نصاوبوا لكم القنطره نديروا لكم والو. ما صاوبوا لنا لا قنطره لا والو، زادوا غير التراب. كاين شي؟ ما كاينش. هذه من 2000 شحال عمرك انت؟ شحال؟ انا دابا عندي 21 عام. 21 عام وانت ما شتيش لا قنطره لا والو هنايا؟ اللي كانت عندي 10 سنين يقولوا نصاوبوا القنطره. عمتي هنايا عمتي؟ عمت هنا شحال من مرة، عمت هنا لين كلمة نقيت كلمة نقي. واحد 10 سنين دابا ما تلوت. كنتو كتعومو هنايا؟ كنا نعومو هنايا، يبقى الواد نقي ما. دابا انت وسخو لنا الواد لا قنطرة، الواد موسخ الفرق عاوتاني شي اي خرج شي اي طردوه كلها وكيفاش؟ حسبي الله هادشي على الواد. خي عبد الله تقدر تمشي معنا شوف هذا النفايات اللي كاين. وحنا ما بقاش عندنا في هذه الرؤساء الثقه. شوف ترى القدره تاع العربي يدور فوق. شوف اخاي ولد. دابا انتم كتشكيو سما هذه النفايات هنا. غنشكيو من هذه النفايات اسيدي. هذا الواد هذا اللي راك كتشوف دابا حاليا هنا، راه كان الواد بعيد ب 300 متر ولا 350 متر. وجات ملي كانت الاشغال ديال لوطوروت جاو. قسم ما بقاش ملطيح. اجي عندي انا خويا، حنا راه كنعانيو وكنشكيو من هاد النفايات وهاد التراب. شوفوا على منكور دايرين فينا حنا، كيطمروا الواد كيتحزوا على عندنا بالنفايات وبالتراب. كيديروا النفايات وكيوليو يغطيو بالتراب ويطمروا الواد. الواد راه ما كانش هنا، الواد كان ليرة بواحد 300 ولا 350 متر. والنار ويعني الساكنه كلها، الساكنه ديال المنطقه ديال الواد يعني راه كتعرفوا الهضره ديال الواد. النهار اللي كتجي الساكنه ما شكاتش ومشينا وكيعطيونا وعودات وما كاين حتى حاجه. شكيتو بهذا الشيء؟ شكينا وقنعت السيد الناس المسؤولين ديال البلديه ديال المجلس البلدي وما عطانا حتى شي حاجه. هنا هاد الناس هادو راه لا اله الا الله محمد رسول الله. عينا نمشي وعينا دابا حنا ما كيكحزوا الواد هنايا، راه اين فوا يجي الواد رحمنا الله بالشتا بالامطار ديال الحديد هذا ديما كيقطع هكا كيقطع. دابا غير ملي راه يابس الواد اين فوا تجي الشتا راه كتقطع الطريق صافي. حنا كتقطع علينا وعلى الطوموبيلات وعلى كل شيء. وحنا فاش جينا وقلنا له دي ما خصك تخوي هاد التراب وتشوف معنا شي حل، قال لك اسيدي راه غندير السور ديال الحجره من هنا والسور من ليه وغندير لكم القادوس على تبقاو تقطعوا. بالنسبه للنهايه يكبر الواد في التالي ما كاين حتى حاجه. قضاو المصالح ديالهم، قضاو الغرض ديالهم، شافوا حالاتهم. ودابا حاليا راه كيجيبوا التراب واهليه من اللي كيبني كيحفر شي لاكه وكيسرديو التراب ويجيبوه. هادو راه غايبين، راه يحمل الواد
راه حنا الاولين. انت غادي تمشي وغادي تشوف المسافه ما بين الواد للسكينه. هنا كاين دابا كاين السكينه وقيل شي 14 دار ولا 15 دار. راه اينفو هكا يرحمنا الله بالامطار ديال 2010 و2011 راه الله يعاون العاونات. انا عمي اتغوت اللي جا عندك هي هذه اللي فرعنا، هادو اللي فرعينا وعاش الملك. هادو خلينا دابا عباد دخلنا بالعاد نجي نرحلوا. حنا خصنا رحلوا نمشيو نمشيو في هاد الغابه نسكنوا نديروا القياطر ولا دبره ولا ياكلوا الحوشه ولا اللي بغى. هادا دخلنا عباد الله، هذا هذا دخلنا عباد الله، هذا شوف واش هذا دخلنا عباد الله، واش هذا عباد الله هذا يدفعوا له عندنا. حنا خصنا نرحلوا صافي، خصنا نرحلوا. ها انت غير وسخ غير حي على ويلي. ها انت غير وسخ يضربوا مرا شي فوق. شحال من عام هادشي هكا؟ تقريبا من 2015 2014 2015 ما صار 40 سنه وزبكت فايت 40 سنه وزبكت تلاح فايت 40 سنه. هذا مطرح ديال النفايات بالنسبه للجماعه الحضاريه ديال وادي مليل. والمطرح ديال النفايات الا كانوا ناس عقلاء ويقول لك حنا اصحاب التسيير ما خصوش يكون مطرح النفايات مع جنب الواد. داخل راه فيه شراكه ديال حوض سبوه، فيه اصحاب البيئه، فيه كل شيء. إناون مشهور. إناون ولا كيشكل خطوره على السكينه، على الماشيه، على الطيور، على جميع الكائنات الحيه. وهاد الناس هادو عينا ما نطلبوهم، عينا ما نرغبوا فيهم، عينا ما نمشوا عندهم. كل مره كيقولوا لنا بروتوكول في شكل، وكل مره البروتوكول كيقول لك كل مره هضره جديده كيقول لك اودي حنا ما جبرناش فين نديروا مطرح النفايات. واش دخلت عليك بالله ملي كتهضر على واحد المحيط جغرافي بالنسبه لواد مليل ما لقيتيش انت فين دير انت مطرح ديال النفايات؟ واش بان لك غير إناون؟ هاد إناون راه واحد الوقيته اللي على عقولي انا اللي عندي 49 سنه، واحد الوقيته كنا كنشربوا منه. انا قلت كنت كنشرب منه ماشي كنعوم. ابار العمان انا نقول لك كنت كنشرب منه. ومن بعد مرور السنوات ولاو داروا في ذاك المطرح ديال النفايات، تدار في هذا المطرح ديال النفايات ولا مشكل خطوره قلت لك على الناس، على الطيور، على الحشرات، على المواشي، على جميع ما اللي خلق الله اللي هي كائن حي ولا كيشكل خطوره. علاش؟ اول حاجه متلوث. باش متلوث؟ راه ماشي غير المشاكل ديال المعاصر ولا متلوت بوخراربات. كاين البوخرارب، كاين واحد ها هو، كاين واحد 200 متر، كاين واحد تما. هادو ها هما جوج هنا شي حداشي واحد ها هو هنا. المهم في واحد لا ديستونس ديال واحد 400 متر كاين ربعات ديال القوات ديال البخرار اللي كيكبوا كلهم في إناون. بزاف شويه وعاد زيد عليها الوقيته ديال الزيتون كيطلقوا هاد المعاصر اللي جاوا من الجهه الفوقانيه بحال المعصره ديال الشنوف، المعصره ديال القروطيل، المعصره ديال واحد اخر راه جيت زويتين الفوق. هادو كلشي كيكب هنايا الزريق، هادو كلشي كيكب في إناون. واش هاد الناس هادو ما بغاوش يستوعبوا بان هاد إناون راه عطاه من الله سبحانه عز وجل هديه من عنده. يعني والمشكل ان دابا ما بقاش صالح لا للسقي لا الشرب ديال الحيوانات لا الطيور. لا حتى الطيور صاحبي واحد الوقيته كنا كنجيو لهنا كنلقاو جميع انواع الطيور جالسه هنا، شي كيعوم شي كيشرب. ما بقاش دابا انتم جيتوا على غفله، ما كاينش الاسم شي حاجه سميتها الطيور. وهاد الواد هذا قلت لك ولا مشكل خطوره، حتى الروائح اللي كتصدر منه كتشكل خطوره لا على الناس وماشي غير حنا كساكنه مثلا اللي قرابين دوار الجراح. حتى هاد الناس هادو ديال هاد الباطيمه هي في واد مليل، يعني راه حنا في اللاكس ديال القلب النابض واد مليل دايز فيه إناون. وهاد هاد الروائح وسيرته مني كيكون الجو سخون شويه والتحلي داك شويه ديال الشتاء كيولي تفوح منه واحد الرائحه جد خطيره. واش هاد الناس هادو ما بغاوش زعما يفيقوا ويعيقوا ويقولوا هادشي اللي كنديروا راه عيب علينا؟ راه ما كنلومش انا غير المسؤول الحالي، لا اللي فات كنتعاقب ولا اللي ولا اللي راه كاين دابا ولا اللي غادي يجي. احنا كنناشدوا الناس المسؤولين والناس اللي في يعني اللي عندهم دخل في هذا المشكل هذا، الناس المسؤولين ديال العماله ولا ديال الجماعه الحضاريه ولا كيما بغاو يكونوا يشوفوا لنا شي حل. فتح نقاش في هذا الموضوع. يفتحوا واحد النقاش ويشوفوا شي حل لهذا الواد. هادشي راه عيب. هادشي راه عيب. وابار هادشي كله كيوليو إناون مش الخطوره علينا. احنا ملي كتجي الشتاء كيكبر الواد، الوليدات كيقراو، كينقطع علينا المواصلات،
بوطاكا صغيورة بغيت تعمرها ب 10 دراهم خصك تولي تخسر عليها 80 درهم 80 درهم 80 درهم باش دير ديبار من باش تعمر البوطا خصك تركب مع الخطاف تعمرها ب 80 درهم الخطاف كيطلب لك 70 درهم علاش ما كاينش الطريقه يقول لك الطريقه بيستا كلشي مدكدك كلشي انا ما نديش الطوموبيل ديالي انا في هذا الحفاري وهذا الماء وهذا الشعابي ديال الماء هادو اللي تحرك بوطا صغيره ب 80 درهم هادشي غير باش تمشي الواد عملي الضرب 2 متر من لهنا كاين اسيدي شي 12 كيلومتر واقيلا ولا 13 كيلومتر خصك تولي لبلاصتك كنطلق من بلاصتك وتولي لبلاصتك باش تعمر بوطاكاس صغيوره ب 10 دراهم كتولي طيحها عليك ب 80 درهم شحال وانت كتعيش هادشي؟ راه من عهد جدودي انا كاع ماشي غير دابا ولا انا والديا دوزوا هاد المحنه وحنا دوزناها وبو جدودي دوزوا هاد المحنه ومازال مستمره مازال مستمره حنا اللي كنطالبوا من الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير الا كان عندهم شي قلب ديال الرحمه يشوفوا بعوينه الرحمه في هاد الناس حس المسؤوليه بحس المسؤوليه حنا كنطالبوا اول حاجه غير بالتصفيه ديال هاد الواد ما يبقاش يلوته هذه الاولى النقطه الثانيه كنطالبوا بواحد الجسر اللي يفك علينا العزله قنطره انا كنقول قنطره ماشي قنطره بروفيزوار كما كانوا كيقولوا ولكن كيفاش كانوا مخطين لها حنا الرئيس ديال المجلس البلدي درنا معاه لقاء درنا مع رئيس ديال الجامعه القرويه من قبل درنا قال لك اسيدي راه غيديروا واحد الجسر نديروا قادوس ولكن ديك القادوس بالنسبه للاناون ملي كتهضر على الحجم ديال الكميه ديال الماء اللي كتجي في هذا الاناون راه غير الله سبحانه عز وجل اللي كيعرفها قادوس الا درتي قادوس بحال هذا دابا اللي دايرين هنايا فهاد بحال هذاك راه الا غير في ظرف 10 دقائق راه ما يبقى حتى قادوس فاش كتجي واحد الكميه ديال الماء هائله كيجيب الحجر اصاحبي شو هاي 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 ها هو ليكزومبل حداك هاي واش دابا الدخل تاعك بالله هادي هادي غادي تصوب بها القنطره حنا هاد الحجر اللي كاين دابا هذا راه كيشكل خطوره بالنسبه للوليدات اللي كيقراو ملي كيعمروا بالماء الوليدات كيمشيو يقطعوا فوق منه شي كيطيح ويجي لتحت والله هما مشاو معاه والديه قسما بالله لا لقاوه والله الدار لا ولا واه نعم عمو فين عنده فين عنده انا كنت ماجي من هنا وفلت على هذا الحجر وبلغت هنا بلغ لك الماء هنا واه كنت غادي يخدم كنت قاطع كنت شتا اييه كنت شتا غايبين الحجر وبغيت نقص بحال هكا طحتي وبلغ لك الماء لهنايا خلينا حتى الحجر هادي راه كيما كنقول سبعه شنو تقول لي على هاد الواد الحار اللي كيكب في هاد الاناو هاد الواد الحار على عقولي انا راه ما كانش هاد الشيء اللي كنشوفو دابا حاليا الدراري قالوا لي شربونا منه وعمنا هنايا شربنا منه انا نعم اسيدي لي الزياد ديالي ب 98 وكنعقل على هاد الماء وكنت كنخرج من وادي من هنا من هاد الحفره هادي كنخرج يدي وجهي بهاد الماء هذا دابا كنخرج خصك دير الكمامه الضروريه لان فيه الوسخ وفيه الريحه الروائحي والله تعالى يدير طريق الخير هذا هو اللي كنهضروا على المسائل هذه الله يفاجئ والله يفاجئ حنا كنناشدوا الناس المسؤولين يمشيو لها حنا كنناشدوا الناس المسؤولين ديال العماله يشوفوا شي حل لهذا المشكل هذا ويفكوا علينا العزله ويديروا شي حل لهذا الاناون دابا حتى قنطره ما كايناش دابا انا الا بغيت نقطع خصني ندوز في هذا الواد ما كاين حتى حاجه لا وحنا واحد المشكله سي عبد الله الا كاينه القرايه على البعد هذا العام بسبب جائحه كورونا حنا عندنا القرايه على البعد بدايه ديال حياتنا بسبب هذا الفيضانات ديال الواد حنا كاين الساكنات انا كما كنقول لك راه كاين خمسه ديال الدواور ما كاينش شي واحد اللي راه واصل للسيزياماني او السانكاماني او كاتريم مشى للكوليج كلهم غير الابتدائي بسبب ديال الفيضانات ديال الواد وحنا دابا ما عندناش اول حاجه كاين الوليدات اللي كاين واحد المدرسه بعين تودا كيقولوا هما مدرسه راه ماشي مدرسه يعني بالنسبه لعين تودا خمسه ديال الدواور خمسه الدواور كاين عين صفا وعين تودا الكوديه الولجه برارق سيد الرقيق الرقعه هادو كلهم هادو كلهم منكوبين هادو عندهم 500 ولد اللي كتقرا في هاد الجهه وغنمشي لهنا انت يا عضو عضو شنو لقيت انا ما كنت وكيشهدوا فيك الزور وامدي كيبنوا تهضر مع الرئيس ولا شي حاجه تهضر مع هاد وكيشهدوا فيك كيولوا يصوتوا ضدك والله يهديك عودوش من عودو بقى عودو انت كلمتك ما مسموعاش انا ما عودوش دابا ما عودو ما والو انا غير مواطن عييتي وخرجتي مشيت بحالي صافي ما جبرنا يعني عودو كلمتك ستاتكم مسموعه تخرجي ما كتسمعش وعيينا ما نسكيب هو كان كيدير له بجهدو اللي بجهدو كان كيدير انا اللي بجهدي كنت نديرو ما كاين حتى حاجه راه من دابا هنا خمسه دواور ولا سته ديال الدواور والساكنات كتعاني وماشي غير عاني
هذا المعاناه كبيره. جهد ودعية ماذا هذا دابا المراه تجي لهنا واش تحشم قعد السروال ديالها ولاد حيد حوايجها وتمقطع قطع حوايجها. كاين البني تا يقراو ولا عندهم ثمن واحد واحد 100 بنت ولا اكثر اللي اقرا من هاد الجهه. كيفاش السادس باه كيحبس والراجل الراجل والراجل كيجيب البهيمه ولا الشوارد الحديد ولكن ولاد نقول لك علاش هذيك ميتال علاش هاد البنيتات علاش كيولي عندهم عزوف على الدراسه تخوف تخوف لا البنيته كتكون وجدت يعني بلغت كتحشم تجي تحيد حوايجها قدام عباد الله وتجي قاطعه في الواد حنا قلت كناشدوا وكنطالبوا من السيد العامل ومن الجهه المسؤوله سواء في الاقليم او في الدوله يشوفوا لنا شي حل حنا ما كنطالبوش شي حاجه مستحيله عيسو ما تصبروا ما كنطالبوش شي حاجه مستحيله كنطالبوا بقنطره يفكوا علينا العزله ما كنطالبوا لا بتوظيف لا بعمل لا بتشغيل لا حتى لا بمساعده من جايه منين جايه الكحوليه هذه جايه من تازا وجايه من هنا من تازا منين جايه تازا جايه من اللي بدات مدور جديد وهي هباطه شنو الكحوليه هذه جايه من الواد هذه ديال المعاصر المعاصر وديال الواد الحر ديال بكره رباط اللي كاينين هذا غير المعاصر هذه ماشي ديال شي حاجه الكحوليه المعاصر هذه غير المعاصر هذه ماشي ديال شي حاجه نهار اللي غنمشي الحوت كامل مات ما بقى حتى حبه انا عندي 56 سنه ما عمري الحوت ما عمري لحقته مات حتى لهذا الوقت هذا ما عمري انا الطيور انت ما يدوروش هنا المواشي ما عاد شربش 56 سنه ما عمري شي واحد ما عمري شي وقت انا الحوت مات حتى لهذا الوقت هذا حيينا من لينا حنا ما نطلبوا حتى حاجه سي عبد الله نمشيو ليه حنا كنهضروا حنا كنطالبوا من السيد العامل هو اللي يدخل في هذا المشكل حنا هاد الناس المسؤولين والسياسيين عندهم صراع سياسي بيناتهم خلينا من هاد الهضره ولينا ضحايا دابا كتقول المسؤوليه ما كايناش بالنسبه لهاد القنطره ما داكشي ديال السياسه وداكشي ديال الانتخابات بيناتهم اخويا اه غادي نهضروا على شي حوايج اخرين على واحد الطريق وعلى شي مسائل فمتابعي قناه شوف تي في كما كتشوفوا عندك كاميرا مال نجي لنا في هذا الوقت قصه غريبه دابا انا بغيت نقطع بالطوموبيل خصني نمشي في هذا الوقت خصني نرجع منه كاين 40 دار هنا وعلى نزوروها دابا في 2009 رحلوا هنا من هنا رحلوا ومشاو كلها ولا يتلع وخلاو الديور خاوين هنايا في الولجة هنا خواو ومشاو بحالاتهم فمتابعي قناة شوف تي في بالنسبة إلى بغيت تقطع بالسيارة ديالك كيما جيت غادي نرجع كيما رجعت غادي تشوفوا كيف السيارة ديال هادو جبت منا هادو الحجر جبت منا جبت من مع نصحاب لي روتوروت تنطلب للجامعة نطلب تراكس ونجي نصوفهم هادو انا جبت مانا فمتابعي قناة شوف تي في غتشوفوا السيارة ديال قناة شوف تي في كي غادي تقطع من هاد الواد باش ترجع بحال هسا الديار ديالها بقى معنا خليك معايا هاكا خويا كمل المس هضر خليك معايا شوف السيارة اختنا الواد كاين احنا بالنسبة لنا خصو تمشيو تشوفوا الواد فين كان النهار الأول الواد ما كانش هنا راه كان بعيد 300 ولا 350 متر كان بعيد وهذا التراب اللي كتشوفوا هذا الشيء راه يعني غير التراب والنفايات هاد الناس راه عيب هاد الناس خصهم يشوفوا يجيو الناس المسؤولين الناس ديال البيئه والناس ديال حوض السبوع ويشوفوا وراه كاين دابا راه كاين حاليا هاد الواد راه كيكمل واحد السد هنايا في سيدي عبد الجليل راه بعيد علينا 22 كيلومتر ماشي بزاف راه 22 كيلومتر باش بعيد علينا هاد النفايات وهاد التراب راه غيمشيو للسد واحد الوقيته وهاد السد الا بقات تطمر بهاد النفايات وبهاد التراب وهاد النفايات يعني شنو غادي يكون من بعد وانتم كتشوفوا دابا السياره ديال شوف تي في كيفاش كتقطع دابا راه كيفاش كتقطع غادي يقطع ولا ترجع للديار ديالها انتم كتشوفوا دابا راه هنا خويا حيد تما من الحجر هرب بحالك لهنايا انتم كتشوفوا اسيدي شنو كاين منوت هانتوما سيدي كتشوفوا سير اخويا سير هانتوما كتشوفوا الواد راه عيب على هاد الناس شنو راهم كيديروا هنايا راه عيب على هاد الناس شنو كيديروا هنايا وملوت الواد هانتوما كتشوفوا قتلونا بالدرد قتلونا بكل شيء هبط محمد هبط شتي تنبط ديك الناس الله يسهل عليك شد هكا على اخو عمودي عايز محمد يا
يا مساري الله يرجع عندنا رجع محمد الله يرحم والديك الحمد لله فمتابعي قناة شوف تي في كما شفتوا مجموعه من الشكايات ديال هاد الناس كما شفتوا حتى السياره ديالنا كما جينا من هاد الجهه حنا راجعين صعوبه ديال المسالك الله يفاجئها استودعكم الله.